تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن أرقام التواصل معنا مثل ما ذكرناها 600-551-414 ورسائل نصية على 4006، وأيضا موجودين لايف على حساب نور دبي عبر الانستغرام. طيب نحن قبل ما نبتدي معاكم الحلقة معانا ودراستنا، في عندنا يوم الأحد القادم برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، سوف يقام إن شاء الله حفل تكريم الموظفين تحت عنوان بكم نفتخر. هذا الحفل بيكون إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة راشد في تاريخ 11 مارس يوم الأحد الساعة 10. طيب تفاصيل هذا الحفل وليش بكم نفتخر، معانا عبر الهاتف الأستاذة آمنة حمود السويدي مدير إدارة الموارد البشرية، بتعرفنا أكثر عن هذا الحفل السنوي اللي تقيمه هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أول شيء أم خالد. صباح الخير ونور وحبتين، هلا محمود حارك. الله يسلمك. يعني هذا الحفل بكم نفتخر تعودنا عليه، يعني السنة هذه ما شاء الله أي سنة؟ الدورة الثانية. طيب الحين نحن نبغي نذكر الجمهور ونذكر الناس شو هو هذا الحفل وليش صار وشو اللي بيميزه في هذه السنة عن السنة اللي قبلها إن شاء الله. بداية طبعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حبيت أهني جميع النساء العاملات في دولة الإمارات وفي الحكومة. نرد نعيد طبعا بس تذكير على معايير بكم نفتخر. احنا يمكن طلعنا بالفكرة من الاساس منها تكريم وتحفيز الموظفين في هيئة الصحة في دبي وفق معايير. طبعا احنا تمت المواءمة ما بين هاي المعايير ومعايير التميز الوظيفي اللي هي في جائزة دبي الأداء الحكومي المتميز من ناحية أوسمة وفرق عمل وإنجازات خاصة. احنا يمكن اللي اضفناه هاي السنة عن الدورة السابقة مزيد من الخصوصية لهيئة الصحة في دبي بكافة فئاتها الوظيفية. زدنا بعض الفئات الوظيفية، يعني يمكن كانت السنة اللي فاتت حوالي 8 فئات رئيسية، هاي السنة خليناها تقريبا 12 فئة، منها تميز وظيفي وإداري. نكرم طبعا فيها الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة عندنا، يعني ديهم نعتبرهم عندهم نوع من الانتماء والولاء الوظيفي في الهيئة. الموظفين من المواطنين الحاصلين على التحصيل العلمي شهادات عليا وشهادات حتى جامعية. عندنا الخصوصية هي اللي خاصة بهيئة الصحة فيما يتعلق بالبحوث والدراسات، فخصصنا لهم جوائز خاصة فيهم. طبعا لمزيد من التحفيز والتشجيع حق الإدارات والوحدات التنظيمية بعد طلعنا بجوائز خاصة بالمراكز اللي حصل على جوائز السبع نجوم. وعندنا إدارة الاستراتيجية طبعا من ناحية الأداء المؤسسي لها بعض الفئات التخصصية اللي فيها.
عندنا الموظفين حصريين على براءه اختراع، تعرف انت محمود عندنا ما شاء الله احنا يعني كادر طبي والعديد منهم عندنا لهم براءات اختراع، فبنكرم الناس اللي حاصلين على براءه اختراع في هذا الحفل ان شاء الله. عندنا طبعا المؤلفات العلميه والاعتمادات الدوليه بحكم ان احنا بعد جهه خدميه صحيه حاصلين على العديد من الانجازات ما شاء الله. في 2017 كان عام حافل بالانجازات، فبنكرم الفرق والقطاعات والادارات الحاصله على هاي الاعتمادات الدوليه. جميل. ولا بعد لا يعني ما ننكر ان بعد في بعض الفرق تعمل بشكل منفرد على بعض الانجازات، بس كلها تصب في الانجازات العامه للهيئه، فلهم تكريم خاص. تقريبا عندنا 8 فرق لتكريم الخاص بيتم تكريمهم في نهايه الحفل ان شاء الله. زين، نحن ان شاء الله بتكون لنا قاعده مفصله ان شاء الله في الاستوديو عن هذا الاحتفال بشكل كبير، لكن انا عيبني انك انت بديت اللقاء بالتهنئه بيوم المراه العالمي. هني ابغى اسال يا ترى وضع المراه في هيئه الصحه بدبي شو هو؟ احنا ما شاء الله عندنا الاداره داعمه للمراه بشكل كبير. تشكل عندنا نساء في من العاملات في هيئه الصحه في دبي حوالي 64%، يعني نسبه كبيره ما شاء الله محمود. وعندنا العديد من المبادرات تخدم المراه. يمكن احنا بعد كاداره قمنا بمساهمات في بعض الفعاليات والانشطه اللي يعني كانت بناء على استديانات للنساء العاملات في الهيئه، في بعض المتطلبات كانت لهم ولبيناها في عام 2017. ودليل حرص القيادة عندنا بعد على دعم المرأة العاملة في الهيئة، عندنا الشريحة أو نسبة الموظفات العاملات في الفئة القيادية حوالي 45%، فهي بعد نسبة يعني تقريبا ما تقارب النصف من القياديين في الهيئة. زين، أنا البارحة سألتك سؤال، قلت لك ليش ما سوون فريق عمل المرأة أو لجنة لعمل المرأة، شو رديتي علي؟ قلنا بحكم انهم هم النسبه الغالبه احنا بنسوي لجنه للرجل. جزاك الله خير. طيب نتريى هذه اللجنه الحل، لان نحتاج هذه اللجنه. وين دكتوره ندى اليوم؟ المشكله مو موجوده عشان تسمع هالكلام، هي عنده محاضره بعد بمناسبه. انا بيزعلون مني النساء يعني، بس ما شاء الله عليهم يعني ماخذين نصيب الاساس. احنا سوينا اخر استبيان للتوازن ما بين الجنسين، فاخذنا متطلبات الرجل ومتطلبات النساء، وان شاء الله ابشروا محمود هاي السنه بنسوي لكم فعاليات كثيره تخص الرجل. صحيح، يعني هني نحن تحضرنا هذه الكلمه التاريخيه للمغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، لما يقول ان دور المراه لا يقل عن دور الرجل، وان طالبات اليوم هن امهات المستقبل. يعني هذه الكلمة تجسد الفلسفة الرئيسية لأهمية المرأة في بناء هذا المجتمع وبناء هذا الوطن. فهو رحمة الله عليه ذكر مسألة العلم، طلب العلم، ذكر أنهم اليوم دورهم ما يقل عن الرجل، وأيضا ذكر أنهن أمهات المستقبل. عرفتي؟ فنتمنى لكم التوفيق، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير، الله يخليك. شكرا، شكرا لك استاذه، شكرا على جهودكم ومقدرين جميع الدعم اللي تقومون فيه فريق الاعلامي ما شاء الله عليكم. واجبنا. شكرا لك استاذه امنه حمود السويدي، مدير اداره الموارد البشريه في هيئه الصحه بدبي، كانت معنا عبر الهاتف. تحدثنا عن يعني هذه المناسبه السنويه اللي يعني تشكل دعم كبير لموظفي هيئه الصحه بدبي، الاحتفالية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات. تفاصيل أكثر إن شاء الله نوعدكم بها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، نعطيكم كل التفاصيل اللي فازوا، وحتى ما نحاول نستضيف هؤلاء المميزين نتعرف ليش تم تكريم، على شو تم تكريمهم، وليش تم التكريم. كل هذه الأمور إن شاء الله مرتبها على الأسبوع القادم بعد الحفل. فحفل بكم نفتخر، ونحن نفتخر بهم جميعا، جميع العاملين في هيئة الصحة بدبي، من أطباء، من ممرضين، من خدمات طبية مساندة، من إداريين كذلك، الكل نفتخر فيه، لأن يعني يقومون بعمل مهم جدا للحفاظ على صحة وأمن الأمن الصحي لهذا المجتمع. فهذه تحية تقدير وإجلال لهم
جميعا، وأخص التحية أيضا للمرأة العاملة اللي هي تشكل نسبة كبيرة من العاملين في هيئة الصحة بدبي. طبعا ما قريت الدراسة اليوم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله إذا حصلنا وقت ما نتكلم عن هذه الدراسة، إذا ما حصلنا وقت لأن عندنا وايد مواضيع اليوم إن شاء الله ما نطرحها. نطلع فاصل ناصر، نطلع فاصل مستمعين، وبعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن نحتفي بهذا اليوم الجميل، يوم المرأة العالمي، وفي هذا الإطار أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن المرأة الإماراتية ضربت مثالا فريدا من نوعه في التحدي والإصرار والتفوق، بداية من السنوات الأولى للتعليم، حيث تشير الإحصائيات بشكل متواصل إلى التميز الذي تحرزه الطالبات، ومرورا بمراحل الإعداد والتدريب وحتى تولي المناصب الرفيعة في مختلف المجالات والتخصصات، حيث وجهت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإتاحة كل الفرص أمام المرأة الإماراتية ومنحها دورها كاملا للمشاركة في البناء والتنمية والازدهار. طبعا جاءت هذه الكلمة بمناسبة احتفال الإمارات والعالم اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وأشار معاليه إلى أن المرأة الإماراتية تظل هي المميزة وهي الرائدة بما تحظى به من الرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال معاليه في عام زايد وفي يوم المرأة العالمي علينا أن نتوقف طويلا بالبحث والدراسة عند هذا الفكر النابض في قلوبنا ووجداننا وحياتنا، فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أصبح نموذجا لتمكين المرأة ومثالا مميزا لدور المرأة و يعني تقديرها وشأنها، كما أصبح واقعا مماثلا أمامنا، ونحن نرى المرأة الإماراتية وقد تولت العديد من المناصب القيادية والإشرافية بكل مسؤولية ونجاح مبهر، وهو الحال لدينا في هيئة الصحة بدبي وفي دبي عموما ودولتنا، وهو ما نعتز به ونعلنه مجددا في هذا اليوم. طبعا يضيف معاليه في السياق نفسه، أظهرت إحصائيات الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي أن 64% من القوى البشرية للهيئة في مختلف التخصصات والمستويات من النساء. النساء يشغلن 45% من الوظائف القيادية في الهيئة، فيما تبلغ نسبة الطبيبات من الكادر الطبي 14% ومن الطواقم التمريض 49%، فيما تصل نسبة النساء في الوظائف الطبية المساندة 18%. طيب إذن كلمة معبرة ويعني تدل على دعم القيادة العليا دائما للمرأة الإماراتية. نحن اليوم ما نحتفل بشكل أو بآخر بهذه المناسبة، وفي الاحتفالات مستمرة. معايا عبر الهاتف ذكريني ميرا من معانا نجلة درويش. نجلة صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. نجلة أنت يعني من إدارة التثقيف الصحي، إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. نحن كان مفروض تكون معنا مريم، لكن ما أدري مريم الظهر مشغولة، فعرفينا عليك نجلة وخبرينا شو اللي ياسين سوونه بالضبط. معاكم نجلة درويش زيد، أخصائي التغذية بإدارة التغذية هيئة الصحة بدبي. أنا عارفك ترى بس عشان الجمهور يعرفون. يلا نحن باسم هيئة الصحة كنا مشاركين أمس في الجامعة الأمريكية احتفال بيوم المرأة العالمي. طبعا نعطيهم أشياء تثقيفية عن المرأة، و يعني أساس يعني يحافظون على حياة صحية، بناء يعني على نمط حياة صحية. واليوم متواجدين بعد
بالإدارة العامة للقانون وشؤون الأجانب بحضور اللواء أحمد محمد المري. فكنا يعني نسوي توعية للمرأة بشكل عام. وصفي لي أجواء الاحتفالات عندكم هني. صراحة الأجواء حلوة. شو اللي عديتوا للاحتفال بالمرأة في هذا اليوم؟ معانا طبعا عيادة الجلدية المتنقلة تحت إشراف الدكتور أنور الحمادي، استشارات للجلدية معانا كشركة داعمة، يعني كريمات مرطبة للمرأة، وعندنا نحن بعد مسوين منشورات تثقيفية، توزيع أفائر، مشروبات صحية مثل لافندر، عصير لافندر أو مشروبات ساخنة للمرأة، ونوزع لهم ورود يعني كله ببلاش للمرأة. ببلاش كله؟ هي أكيد. زين، وإذا واحد إذا ياكم ريال يقول أنا أبغي وردة بعطيها حق حرمتي ولا شبه؟ نعم نحن حاضرين نعطي، يعني نعطي الوردة سواء للأخت للزوجة، يعني متاز. هذا يوم احتفال للمرأة يعني. هذه كل الجهات المشاركة معاكم نجلة؟ هي نعم. زين، الحين أنا أبغي شوية أتكلم عن المرأة الإماراتية، شو اللي حققتها من نجاحات في مختلف المناصب والتخصصات اللي موجودة من وجهة نظرك، وين أو شو هي مكانة المرأة الإماراتية؟ طبعا في البداية يعني المرأة الإماراتية لها دور كبير كبير في المجتمع، ومحصلة على دعم كبير من الجهات، يعني دور المرأة يعني دور لا يوصف، هي أساس الشيء، يعني في كل جهة حكومية أساس عملية التنمية. صحيح أكيد. يعني دورها لا يوصف الصراحة. ممتاز. الحين بسألك عن دوركم أنتوا في هيئة الصحة، المرأة في هيئة الصحة، أنت ما شاء الله أخصائية تغذية وإماراتية تعمل في هذا المجال، خبرينا كم سنة صار لك أول شيء في الهيئة عشان ما نكبرك ولا نصغرك؟ أكثر عن 8 سنين. ما شاء الله. طيب نجلة، خلال 8 سنوات هذه يعني أبغي أعرف شو الدعم اللي حصلتي، كيف تقيمين تجربتك الوظيفية في هيئة الصحة كمرأة إماراتية؟ هل بالفعل مثل ما نحن نقول هنالك دعم كبير للمرأة في الهيئة أم لا؟ يعني خلينا نتكلم بشفافية، شو الأشياء اللي تحتاجونها أكثر أنه ممكن تدعمكم أكثر بعد كذلك؟ ما شاء الله أنتم 64%، شو يدعمكم أكثر بعد؟ ماخذين نصيب الأسد. نحن عادة نركز على الخدمات المجتمعية، تثقيف تثقيف المرضى الداخليين الخارجيين، كذلك خدمات مجتمعية بالمجتمع على كثير من القطاعات. يعني الدور هذا يعني لما نسويه بالفعل نسويه بحب، لأن نحن نثقف يعني فئة كبيرة من المجتمع. هذا غير الدعم اللي نحن نحصلينه بعد يعني من جهتنا، من ونشوف الدعم هذا لكل مرأة إماراتية في كل جهة عمل، وين ما نصير نحصل الدعم سواء من صوبنا ولا نشوفهم حتى يعني من جهاتهم هم. طيب نجلة، يعني إذا ما نتكلم عن تواجد المرأة فيعني جدا مهم، يعني تواجد المرأة بالعمل جدا مهم. طبعا يونا نحن فئات عمرية، يونا مثلا فئات الحريم الرجال، يعني نحن نستقبل حتى يعني بالذات فئة الأطفال، بعد لما يجون يتكلمون عن عيالهم شو التغذية المناسبة للعيال من سن يعني من يوم ما نولد ولين، حتى بالمشاكل الصحية اللي ممكن يعانونها، كذلك المرأة نفس الشيء شو المشاكل الصحية اللي الأمراض المزمنة، يعني نحن نسوي التوعية بشكل عام. طبعا دور المرأة جدا مهم حتى في جهة عملها. ممتاز. طيب الحين أبغي أسأل عن الاحتفالية، للساعة كم موجودين وين بالضبط؟ إحنا شغل متواجدين للساعة 1 بالمكان هاي بالمكان الإدارة العامة شؤون الأجانب، قامة وشؤون الأجانب، ونحن ما شاء الله الفئة كبيرة يعني من الحضور الزوار، موظفات الهيئة موظفين كذلك، ونحن نقدم لهم توعية ونفهمهم يعني توعية سليمة توعية صحية، واحتفالنا بيومهم تقديرا وتكريما لهم، نوزع لهم مشروبات صحية، نوزع لهم يعني ورود، بحيث انه يعني هم يحسون بقيمة يعني المرأة تحس بقيمتها بهاليوم كمرأة إماراتية في المجتمع. في فعاليات ثانية ان شاء الله مستقبلية عندكم، شغلات بتسوونها في لا زالت الفعاليات ان شاء الله مستمرة. مشكورين، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اخت نجلة،
نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا شكرا. نجلة درويش اخصائية التغذية بإدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي كانت معنا عبر الهاتف من مقر الإدارة العامة للإقامة والجنسية. طبعا الفعاليات مستمرة للساعة واحدة، إذا حد قريب من المنطقة هناك بس يسير عليهم، ممكن يسوي فحوصات، ممكن استشارات تغذية، وفيها فائدة بإذن الله. طيب هني أبغى بعد ما دام نحن نتحدث عن هذا الموضوع قبل نطلع فاصل في 20 ثانية، أبغي أوجه دعوة للمرأة الإماراتية خواتي اللي يعني نتمنى أن تكون يعني أعداد المواطنات في مجال التمريض والمواطنين كذلك، ولكن يعني المواطنات بحكم ان هم يعني الاساس في هذا المجال، وبحكم ان هم يعني اغلب الخريجين عندنا يكونون من المواطنات. الله يخليكم لو بس تدخلون هذا المجال، نتمنى توطين هذا المجال، مجال التمريض مستقبل وظيفي جميل جدا، حوافز كبيرة في هذا المجال، الهيئة توفر لكم الدعم في هذا المجال، في وايد شغلات ممكن تستفيدون منها وتحققونها، مستقبل رائع. نتمنى أن يكون في توطين في هذا المجال، نتمنى أن عملية الانخراط في هذا المجال تكون كبيرة، في عندنا قصص نجاح كبيرة في هذا المجال. ف يعني ما أدري اللي تشوف فيها الرغبة في هذا الموضوع يعني تتقدم لهيئة الصحة، وإن شاء الله يعني بيسهلوا له الإجراءات قدر الإمكان. وأيضا حتى في عندنا معرض الوظائف قريبا، وإدارة الموارد البشرية بتكون متواجدة هناك، فاللي حاب بعد كذلك يتواصل من خلال المعرض وأيضا من خلال الأماكن الأخرى. في يوم المرأة كل عام وأنت أجمل مخلوقة، مش مخلوق، مخلوقة يا سيدة الكون. شكرا لك يا إماراتية. ببرعي يقول أبا وردة أقدمها ليوم برعي. ببرعي روح محل الورود بارك الله فيك، اشتر وردة تستاهل أم برعي. أما تأخذت إياه من الشارع ولا من حد عطاك إياه وهذا لا ما يصلح، أم برعي تستاهل مو بوردة بعد، ورود باقة ورد. نطلع فاصل ناصر، بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل، عندنا مواضيع طبية جميلة. بعد الفاصل بتكون معانا في الاستوديو الدكتورة أميمة عبد الواحد أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، بنتكلم عن مسألة مهمة جدا عن الفحص الطبي الشامل والكشف الطبي الدوري وأهميته، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا، واللي بيتواصل معنا عندنا تقريبا 10 دقائق ممكن نستقبل فيها اتصالاتكم على 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام. طبعا كانت عندنا دراسة ما قريناها، ما نأجلها إن شاء الله، ما نقراها قدام عن يطلع لنا بعد عبد الله راشد بن الصيف يوم نتكلم امسات على دراسه البطانيات، اللي البطانيه اللي تشيل الارق. يا والله محمود وندى انتم دراساتكم غلط، هذا بنشوف يعني ذكر بعض الفئات العماليه اللي ممكن في نايم على الرصيف لا بطانيه ولا شيء يسولف يعني. كان ف ما نخلي الدراسة اليوم بعد هذا مع الكبار السن، عندنا دراسة عن ارتفاع الكوليسترول يقي كبار السن من الخرف، هذه ما نخليها إن شاء الله ما نقراها في يوم آخر. لكن نرجع للموضوع الرئيسي اللي وعدناكم فيه قبل الفاصل، قلنا ما نتكلم عن يعني الفحوصات الطبية الشاملة أهميتها والإمكانيات اللي موجودة عندنا في الهيئة. يعني دائما ينصحون بشدة بعمل فحوصات سنوية لكشف أمراض الجسم المبكرة اللي ما نتمنى أن تؤدي إلى ظهور مضاعفات للعديد من الأمراض. معنا في الاستوديو الدكتورة أميمة محمود عبد الواحد أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. أهلا، صباح الخير والسرور يا رب إن شاء الله. دكتورة نحن نسولف اليوم عن الفحوصات الطبية، في البداية خبرينا
يعني شو هي الفحوصات الضرورية اللي أو أنواع الفحوصات اللي المفروض يسوونها؟ يعني هل هي فحوصات مخبرية تأخذون دم وهذا، ولا في فحوصات أخرى يجب على الإنسان أو العميل لنا يسويها؟ حاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الصحابة والسلمة. أولا نصبح على بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نصبح على كل الأمهات والأخوات والمرأة أينما كانت، نتمنى لهم دوام التوفيق حياتهم إن شاء الله. زي ما عارفين إحنا أن الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان إن شاء الله، وصحة الفرد نفسها مرتبطة بصحة المجتمع يعني. لذلك صراحة دريت العيادات الرشيدة أنها تعمل مجموعة من المبادرات التي تصب في خدمة صحة المجتمع والفرد، ومن ضمن هذه المبادرة كانت مبادرة الكشف الدوري الشامل. هي مبادرة تشمل الفحوصات. في الأول هي يعني المريض لما مش إحنا نقول عليه مريض، نقول عليه مراجع يعني. مراجع لما يدخل المركز عبارة عن فحوصات سريرية، فحوصات مخبرية، وبعض الفحوصات الإشعاعية لو يحتاج طلب الأمر يعني. هي طبعا بنفحص بها الأمراض القيرة السارية أو المزمنة، هي أمراض السكر والضغط والسمنة وحشة العظام، وبعضها برضو يشمل الكشف الدوري الشامل، الكشف المبكر عن السرطانات اللي هي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بالنسبة للحريم وسرطان القولون بالنسبة للرجال والحريم إن شاء الله. إذن هي الفحوصات الشاملة تشمل مجموعة من الفحوصات اللي الغرض منها معرفة كفاءة الوظائف الجسم الحيوية. أيوة، والتدخل في لحظة على سنه تمنع أي تدهور أو شيء في صحة الشخص يعني. مثل شو يعني ممكن؟ فحوصة. إيه. قصدك الفحوصات ولا الأمراض؟ الفحوصات، الأمراض اللي ممكن تكتشفها. هي طبعا دور يعني. الكشف الشامل نفسه إحنا من فئات عمرية معينة، نحن نبدأ من عمر 18 سنة فما فوق. أوكي. أي حد الحريم الرجال من 18 سنة فما فوق. طيب دكتورة، كل كم المدة اللي لازم الواحد يسوي مثل هذه الفحوصات الطبية عادة الشاملة؟ عادة الفحص الأول مفروض كله سنويا كل سنة. طبعا ما لم تظهر شيء في التحاليل توجب علينا أنه الفحص الشخصي يراجع بصفة مستمرة وصفة دورية كل 13 أو 16 على حسب الحالة المكتشفة لا قدر الله يعني. طيب نحن ساعات يسوون فحوصات، ممكن يأخذون فحص دم، ممكن يأخذون فحص بول أو براز البراز الكلام. شو الفرق بينهم هذيلا؟ هي طبعا يعني ممكن أنا أبدأ لك من المراجع لما يجي معانا في الأول. لما يجي المراجع على المركز الصحي والعيادة بيأخذ منه تاريخ العائلة يعني إذا كان في أمراض عندهم سكر أو ضغط في الأسرة، في أمراض لا قدر الله سرطانات وهي الأشياء، هاي تاريخ العائلة بيتأخذ منه، وبعدين نمط الحياة عشان اللي قدام لو حتينا نتدخل أيوة نمط الحياة تحته يعني بيعمل تمارين رياضية أو لا قدر الله طلع مدخن أو نوعية الأكل اللي بياكله يعتمد عليه على سنه، بعدين النصائح الغذائية يعتمد عليها يعني. شيء ثاني بعديها طبعا بيبدأ على قياس الضغط عشان يتأكد إنه الضغط ماله طبيعي وما طبيعي. وبعد شيء مهم تاني عندنا بالنسبة لنا كتلة الجسم اللي هي تعتبر عن طريق قياس الوزن والطول. بعديها بنحدد كتلة الجسم في المريض أو المراجع الوزن ماله مثالي زايد أو سمنة. طيب شو الفرق بين الفحص الشامل والفحص الدوري؟ الفحص الشامل هي الفحوصات اللي احنا بنعملها مع الكشف المبكر للسرطانات يعني. اوكي، والفحص الدوري؟ الدوري ده هو اللي احنا السنويين ما احنا المفروض نعمله يعني. طيب الشامل يعني ما شرط مثلا الشامل ما شرط في اشياء منها تحتاج كل 3 سنوات، في واحده 5 سنوات يعني، ما كل مره 3 سنوية. لو اتكلمنا عن الفحوصات نفسها هل بنعملها احنا؟ عادة بنعمل فحص السكر. طبعا المريض لازم يكون يفترض يكون صايم 12 ساعة يعني 12 ساعة لازم 12 ساعة. قالوا دكتورة الحين في تقنيات جديدة ممكن ما يحتاج يصوم فيها هذه المدة، صح هذا الكلام ولا لا؟ هو صراحة يعني عشان احنا بنشوف نسبة الكوليسترول يعني يفترض أيه. تكون تايم. هي في عندنا حاجة اسمها الوقتية لكن بنحتمل احنا الصايم الأكثر 12 ساعة، وبسيطة يعني الواحد ممكن ينام على الليل. أيوة أيه. وبالليل ويجي يعملها من بدري يعني ما يحتاج شيء إن شاء الله. صحيح. قلنا السكر والسكر التراكم له سكون 3 أشهر، والكوليسترول بأنواع الكوليسترول الحميد والكوليسترول الضار ووظائف الكلى. وفي ثاني فحص طبعا احنا حاليا في موجة هشاشة العظام أو نقص فيتامين دال وكذا، من ضمن الفحوصات بنعمل فحص فيتامين دال نتأكد انه الجسم يحتاج فيتامين دال ولا ما يحتاج. طيب
تفضل دكتور تبغين تضيفين شيء؟ اتفضل. انا هني يدور في بالي الحين اليوم نتكلم عن المرأة يوم المرأة، فهل الفحوصات تكون بالنسبة للرجل مختلفة عن المرأة، او في حد ياخذ فحوصات اكثر عن الثاني؟ هو بالنسبة طبعا احنا اكثر في اي لحظة نهتم بمرأة المرأة، لكن لو طبيعة فسيولوجية تختلف. ايوه بالنسبة احنا المرأة عندنا فحوصات اللي هي بيسموها الكشف المبكر على السرطانات لا قدر الله، في فحصين هم الاثنين الاهم او السرطانات الاهم انتشارا، هو فحص احنا بنسميه الفحص عن سرطان الثدي وفحص عن سرطان عنق الرحم. بالنسبة لسرطان الثدي عادة بيبدأ الفحص عنه بعد الاربعين سنة، من الاربعين سنة ما لم لا قدر الله يكون في تاريخ عائلي. في تاريخ عائلة لا صراحة بنبدأ، عشان كده نحن بناخد التاريخ العائلي في الأسرة من الأول. في تاريخ عائلة بتبدأ تحتاج تعمل فحص سرطان الثدي من قبل، لكن عادة لو ما في تاريخ عائلة بتبدأ من الصفحة عمر الأربعين، وبتكون عن طريق فحص أشعة بسموها الماموغرام. الماموغرام هاي عادة بتبدأ بعد الأربعين سنة، وكل سنتين كل سنتين يعني. وايد مهم للمرأة ان تسوي، لان وايد وايد سبحان الله، لانه يعني كل ما اكتشف لا قدر الله سرطان بدري يعني نسبة الشفاء ماشي على 98%، يعني كل ما اكتشف بدري كل ما تعالج اكثر وكل ما حياتك افضل يعني ان شاء الله. اذا هذه مسألة ضرورية، رسالة نبعثها لكل النساء اللي من بعد الأربعين، ها؟ من أربعين سنة، من أربعين سنة كل سنتين، كل سنتين تفحصين فحص دوري للسرطان الثدي، والله يعني يبعدكم عن هذه الأمراض. شو الاختبارات الثانية؟ الفحص الثاني بالنسبة للمرأة بسموه فحص سرطان عنق الرحم، وعادة يجرى للحريم المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل، عبارة عن مسحم تأخذ من عنق الرحم من تحت وتفحص بالنسبة لنا من عمر، طبعا هي مرتبطة بالزواج. كل كم سنة تسويها؟ نبدأ من 25 سنة، من عمر 25 سنة كل 3 سنوات، كل 3 سنوات لين عمر 49 سنة. أوكي. من تصل 50 سنة بنعمل كل 5 سنوات. شو الفائدة الرئيسية من هذا الفحص؟ الفحص هو الكشف المبكر لا قدر الله لو في أي خلايا سرطانية بادية تتكون. أوكي. لأنه كل ما اكتشفت بدري تتعالج بدري، نسبة الشفاء تصل ل 98% إن شاء الله. صحيح. لحين مرت علينا حالات كثيرة دكتورة، حتى في العائلة مثلا نسمع فيها حوالينا من هذا يعني. أن لو عملوا هذا الفحص كانت المسائل وايد أفضل. كل ما اكتشف بدري كل ما كان العلاج أضمن وأقصى إن شاء الله. فهذه بعد رسالة أخرى للمرأة أن يجب عليها أن تقوم بمثل هذه الفحوصات أول بأول، لأن المرأة بعد يعني الوضع الفسيولوجي مال يختلف عن الرجل دكتورة. طيب أيضا الرجال بعد عندهم هدول طبعا. الفحص الثالث هو بالنسبة للسرطانات، فحص سرطان القولون اللي هو بيشمل الرجال والحريم الاثنين، عبارة عن عينة تكرم من البراز يفحص عليها الفحص ويتابع يعني الشاف، وتبدأ عادة بعد الأربعين بعد. يعني هذه ممكن بعد تكشف عن الأورام الخاصة بالقولون. أيوة. والقولون العصبي. طيب إذا اكتشفنا عنها قبل دكتورة، في مجال أن تكون أفضل في العلاج وكذا؟ أكيد يعني فترة العلاج، لأنه بتكون عادة مثلا الأورام السرطانية أو التغيير السرطاني بيكون في جزء معين ممكن يتعالج، أو حتى لو احتاج الأمر يزال يعني ما يأثر بها وغير الأشياء قبل ما ينتشر في الجسم كامل يعني إن شاء الله. طيب شو عن فحوصات الكبد والكلى؟ هاي الفحوصات أيضا نحن عادة سبحان الله بعد ما نعمل هاي التحاليل كلها، طبعا المراجع بيحطوه يوم عشان يتقابل مع الطبيب ويتناقش معه هاي التحاليل كلها الفحوصات كلها نتيجة الفحص ذات نفسه، بيشرح بيتناقش مع المريض أو المراجع بتفاصيله وعلى حسب الحالة يعني محتاج بيحطوه شو اسمه تخصيص برنامج أما وقاية أو علاجي. وقاية إذا كان ما يحتاج كل تحاليل فحص كويسة كيف بيوقع، مثلا الوقاية ممكن يكون بس يحتاج إذا كان عنده زيادة في الوزن يحتاج مثلا بس يحتاج نصائح غذائية من أخصائي التغذية الموجودة عندنا. المؤشرات شو تعطيه يعني ممكن يكون يصاب بكذا وكذا وهذا يعني في مؤشر؟ طبعا هي بعد ما تخلص التحاليل كلها نحن قلنا قبل نتكلمنا عن كتلة الجسم ومحيط الخصر وايد مهم بالنسبة ونتائج الفحص الكوليسترول والدهون، هالأشياء كلها بتدينا معدل أو معدل بسمار خطورة. نحن دائما بنحسب على أمراض القلب والشرايين في 10 سنوات من الحين في قراءات معينة ندمج هدول كلهم بنخبره، إذا كان المريض فرصة إنه يصاب بأمراض الشرايين أزيد من 10% لا صراحة يحتاج.
هذه الفحوصات كلها نحن نقدمها في هيئة الصحة اللغوية مجانية ومتوفرة وكل شيء مجانية ومتوفرة للجميع إن شاء الله. نحن نتكلم عن المواطنين أيوة. والثانيين طبعا هو الوافد موجود أيه. الاثنين والوافد عندهم تأمين صحي موجود بعد الشامل التأمين الصحي. كم يوم يأخذ تأخذ النتيجة؟ عادة من 3-5 أيام بتكون النتائج خلصت إن شاء الله. أهم شيء بس يكون صايم 12 ساعة بإذن الله إن شاء الله أيوة. زين يعني في رمضان ممكن أنا يسوي الفحص أيوة خلال النهار ممكن طبعا صام كده كده الواحد صايم يعني إن شاء الله بإذن الله عادي. طيب ما في مشكلة. هني أبغي أسأل شغلة وايد مهمة في فحوصات عندنا ما قبل الزواج هذه الفحوصات وايد مهمة أكيد. ونتائجها مهمة تحدد مستقبل الأسرة وهني أبغي أتكلم عن هذا الموضوع دكتورة فخبرينا وش شو هي الفحوصات اللي سوونها. فحوصات فحص قبل الزواج طبعا بيدعمل الاثنين ان شاء الله عادة قبل ما يجي بكون جايين ويعملوا هاي الفحوصات. الفحوصات عادة بتشمل هي بعد نفس الشيء هو يشوف الامراض اللي ممكن تأثر بها الاثنين اللي ممكن تكون خطورة بالنسبة للطرف والطرف الاخر او بالنسبة للمواليد الجديدة يعني لا قدر الله. الفحص الفحوصات اللي بتشمل فحوصات نسبة الدم العادية وفحوصات طبعا احنا في نسبة انتشار للثلاسيميا في هاي البلد فحص الثلاسيميا وسيكل سيل سيكل سيل بيسموها سيل الانيميا واحد من الانميات بدك فحص الكبد الوبائي كبد الوبائي بي والسي والامراض ممكن تتناقل جنسيا بين الزوجين يعني احنا بحماية سبحان الله الطفل الجاي والام والاب من هاي التحاليل. مشكلة دكتورة إذا يون اثنين يعاندون إلا يعني إذا طلعت يعني بعض النتائج اللي ممكن يعني لا قدر الله أن تخلي في احتمالات كبيرة لحدوث مثل هذه الأمراض. هم سبحان الله يعني مثلا في بعض الأمراض في طلعت أمراض ممكن تعالج قبل ما هم يبدوا الزواج بس في منطقة الثلاسيميا والسيكل هالأشياء الواحد بيقدم لهم المشورة الطبية يعني حتى ممكن بعدك يتحولوا على مركز متخصص أصلا في الثلاسيميا للنصائح يعني. طبعا في النهاية لو أصروا ما تقدر تجبر حد يعني إن شاء الله لن تقفوا أمام الحب. والله سبحان الله أيوة. أنا أتمنى والله في هذه المسألة يا جماعة الخير يعني مسألة وايد مهمة يعني يمكن وايدين يختلفون معايا ولكن يعني أتمنى يكون في سن تشريع قانون يمنع تماما هذا الموضوع. هو صعب أنا عارف أنه صعب لكن الواحد يكون عنده مثل هذا الواز. انت في النهايه يمكن في هذه الفتره انت بعدك صغير بعدك ما تفكر في المستقبل ما تفكر ان كذا والعيال والمسؤوليه اللي بتيك يعني متحمس لا او انا احبها وهي تحبني ولازم بس في بعد امور ثانيه يا جماعه الخير واحد ياخذها بعين الاعتبار. المساله مو بس مساله ان دكتور اذا ما تتوافقين الراي ولا لا صراحه كلامك صح يعني في النهايه الواحد هو يبقى حياه مستقره وسعيده وما في تعب بالنسبه لعياله ولا هو نفسه يعني سبحان الله. يون يقولون رب العالمين مقدر وهذا لكن رب العالمين بعد قال ناخذ بالاسباب هي بتطلع في نسب لكن الواحد بجد سبحان الله يعني هو الحين يعرفوها ايش معروف يعني النسب كم تطلع فيها موجوده يعني زمان كن ايوه نقول يعني هي مسألة يعني علميا موجودة علميا ومدروسة وموجودة طيب نسبة علميا كم النسبة تكون يعني هي دائما مثلا يعني طبعا مثلا نقول احنا لو عندك واحد ممكن يكون في مرض ثلاثينية طبعا ممكن يكون ثلاثينية محمول ايه؟ حامل او كم مصاب مثلا هي طبعا احنا لو مصاب حتى مع حامل مصاب مع سليم ما في أي مشكلة عادي بس هم واحد فيهم يكون سليم يعني أوكي. يعني إحنا مشكلتنا دائما بتجي من حامل مع حامل أي فتصير نسبة كبيرة يعني أيوة تقريبا 25% طبعا ما أقول لك 25 سلو عندك أربع عيال واحد لا 25 نسبة 25 في كل حامل ممكن يطلع بيبي عنده ثلاسيميا لا قدر ونسبة مش بسيطة نسبة أبدا مش بسيطة. طيب دكتورة في شيء من الفحوصات أنا نسيت أذكرها أو ممكن نحن نتطرق لها مثل فحوصات العظام مثلا تشوفون انتم فحوصات العظام لان عندنا نحن دائما نقص فيتامين د هي طبعا ايوه نحن عاده مع هاي الفحص بتعمل فحص فيتامين د اوتوماتيكلي بس في بعد نحن فيها شيء اسمه في تصوير لهشاشه العظام نفسها عاده بتبدا بعد السنه الخمسين ما لم يكون في 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 مؤشر لها من بدري نعملها يعني في فحص طبعا انا من هنا يمكن نزيد بعد عندنا فحوصات للسمع والنظر ضمن الفحص الدوري الشامل يعني
في جانب بعد مهم الوقت مسببات الاضطرابات النفسية، يعني في بعد أسئلة كده معينة عشان يشوفوا لو في حد عنده الغضب الله باكتئاب أو هاي الأشياء بعد من ضمن الفحص البرنامج. هو صراحة فحص شامل متكامل يعني كل جوانب الحياة بالنسبة للمراجع نفسه. والله هذا الاكتئاب دكتورة بعد روحه موضوع الواحد لازم يخصص له يعني لأن يأثر على كل كامل، يأثر على الجسم ككل، الضغط كامل، الضغط والسكر واحدة من أسباب بقول لك الاضطرابات النفسية سبحان الله. نحن دكتورة ما أدري قبل أن نختم معاك إذا حابة توجهين كلمة أخيرة، نصيحة، شغلة معينة تبين تقولين قبل أن نختم اللقاء معاك. أيوة، بس أنا صراحة بحيي المرأة عاملة زي ما العاملة في المرأة في أي مكان. وبعيد تاني كلام ريلي يعني نسبة مهم وايد وهي نكتشفها بعد الأربعين هدول بالنسبة لسرطان الثدي، لأنه كله مكتشف بدريش العلاج بوسائل، وبرضه سرطان الرحم عنق الرحم. بتمنى لهم حياة سعيدة، وبس يا ريت الكشف الدوري الشامل قلنا السنوية إن شاء الله لاكتشاف الأمراض إن شاء الله. شكرا لك الدكتورة أميمة عبد الواحد أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، كانت معنا يعني حدثتنا عن الكثير من الأمور، وهذه بعد كذلك نحن ننضم صوتنا لصوتها. يا جماعة الخير الفحوصات الشاملة والدورية مهمة جدا، يجب علينا الالتزام بها لنقي نفسنا من العديد من الأمراض. إذا نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. في الختام أتوجه بالشكر لميرا المهيري، كانت مع ميرا المري كانت معانا في التنسيق، وأيضا كل شكر ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي، وإلى الملتقى إن شاء الله يوم الأحد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.